بسم الاب والابن روح القدس لنا واحد امين حلقه جديده من حلقات ثابت فيك نستكمل النهارده حلقات التجسد والاسئله اللي احنا بناخدها عن التجسد وكنا خدنا السؤال مهم جدا في نهايه الحلقه اللي فاتت وهي هل التوبه كانت تكفي لخلاص الانسان ولا كان ربنا لازم يتجسد ويخلص الانسان احنا خدنا طبعا ان التوبه لم تكن كافيه لكن هناخد النهارده سؤال ليه علاقه بهذه الجزئيه في الحقيقه. بيقول كده في حاله البحاره في قصه يونان حسب الاصحاح الثالث والعدد عشره، يقول باقي إيه. فلما راى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئه، ندم الله عن الشر الذي تكلم ان يصنعوا بهم فلم يصنعهم. هنا صاحب السؤال بيقول هنا ربنا صفح عن اهل نوى عند توبتهم ورد غضبه عنهم لدرجة يتقال إن ربنا ندم عن الشر أو رجع عن الشر هنا ما شفناش ولا أي إشارة للصليب ولا الفداء ولا أي حاجة إذن أهو في مبدأ في الكتاب المقدس إن ممكن التوبة لوحدها تكفي خلينا نقول إن إجابة هذا السؤال تنت... يعني تنقسم إلى كذا نقطة النقطة الأولى في مبدأ في التفسير مهم جدا اسمه إيه بقى؟ اسمه أن الآية في الكتاب المقدس تفسر عن طريق ان احنا نفهم سياق نفس الآية دي في آيات مشابهة ليها في باقي الكتاب المقدس يعني نشوف الآية دي فين الآيات المشابهة ليها أو فين الحالات المشابهة ليها وإزاي ربنا تعامل مع هذه الحالات وما ينطبق على آية منهم ينطبق على باقي الآيات لأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة المثال هنا اللي نقدمه لما أخطأ داود النبي جي نسان النبي وبخ داود على خطيته داود كده قال لنسان قد أخطأت للرب راح نسان قال لداود الرب ايضا قد نقل عنك خطيتك فلا تموت حسب صمويل الثاني الاعداد او الاصحاح 12 الاعداد 13 هنا ربنا ما قالش قد غفر او هنا نسان ما قالش لداود ان ربنا غفر لكن قال له ان الخطيه اللي انت عملتها هتتنقل من حسابك لحساب المسيح وهيدفعها على الصليب لما يجي يفدي الانسان عشان كده انت مش تهلك كلمة أو عبارة لا تموت لا يقصد بها أو يقصد بيها الهلاك الهلاك الأبدي يعني بيقول له هنا نسان أنت كده مش تهلك أبديا لكن الموت الجسدي هيحصل لأن داود النبي مات نقطة رقم اتنين في الحقيقة الصفحة على أهل نينوى كان متمثل في أن ربنا يرفع عنهم الكارثة اللي هتحل بيهم وهي أن المدينة بتاعتهم تتدمر وتتقلب لكن خطيتهم اللي هم عملوها ما تغفرتش حتى لما تكون توبتهم قوية التوبة هنا مش هتصلح الخطايا والاثام والشرور اللي هم ارتكبوها كل اللي تعمله التوبه ايه بقى ان هي تبقى في تعهد من الانسان ربنا ان انا رب مش هعمل كده تاني في المستقبل نقطه رقم ثلاثة لما نيجي نقرا باقي النص نجد ان اهل نينوى عارفين ازاي يتذللوا وينصحكم ربنا تعالوا بقى نقرا كده ثلاث اعداد كده مع بعض في هذا النص وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي وقيل في الننوة عن أمر الملك وعظماء قائلا لا تذق لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا لا ترعى ولا تشرب ماء ولا بمسوح الناس والبهائم ويصرخ الله بشدة ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في ايديهم، وده على حسب يونان ثلاثة الأعداد من ستة لثمانية. بصوا أي سؤال يتسأل في الكتاب المقدس، أوعى تاخد آية واحدة وتحاول تجاوب عليها، لازم تقرا النص كله بصورة كاملة، من فضلك لازم تقرا الأصحاح كله بصورة كاملة، أوعى حد يدخلك في سكة إنك تحاول تجاوب آية آية لوحدها، ده فخ خطير جدا. نرجع لإجابة السؤال يبدو هنا اهل نينوى حد عرفهم طريق ربنا حد عرفهم طريقه ربنا في التعامل معاه حد عرفهم ازاي لما يحبوا يتقربوا لربنا ازاي يقربوا له يبقى هنا من البديهي ان هم عارفين اله اسرائيل يبقوا عارفين ان في حاجه اسمها ذبايح ربنا علم الانسان ليها في حاجه اسمها سفر لوين ربنا هنا مش هيغير شريعته مش هيدي الشريعه في سفر ويجي في سفر تاني ينكرها او يعني يتغاضى عنها النص هنا بيتكلم عن نقاط محددة وأمور بديهية في التعامل مع الله يبقى النص هنا ما نفاش إن هم قدموا ذبايح لكن النص هنا معتمد على إيه؟ إن ما قد قيل قبل كده في الكتاب المقدس مش لازم نقعد نكرره كل شوية في كل نص وفي كل آية عشان نقول أهو في آية هو عكس التانية أو آية اتكلمت عن الفداء وآية تانية ما اتكلمتش عنه النقاط دي في غاية الأهمية يجب أن نفهم ونقرأ الكتاب المقدس كله وحدة واحدة سؤال تاني في الحقيقة من الأسئلة اللي بنشوفها بيسألوها شبابنا طيب هل كان لازم السيد المسيح يتولد في صورة بشر؟ يعني هل كان لازم ربنا يتجسد في صورة إنسان؟ ليه ما خدش مثلا صورة نسر أو أسد؟ أو جي مثلا في صورة خليقة عظيمة زي الشمس مثلا؟ في الحقيقه عايزين نقول ان اجابه هذه الاسئله مهمه جدا 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 ان احنا نكون عارفين ازاي نصيغ كلمات محدده في الاجابه على مثل هذه الاسئله. في البدايه في فارق مهم قوي ان احنا نقول ان انسان صار الها وان احنا نقول ان الله صار انسانا. لو احنا قلنا ان انسان صار اله دي وثنيه والمسيحيه لا تنادي ابدا بكده. نقطه كمان مهمه قوي المسيحيه بتنادي ان الله القادر على كل شيء في محبته للإنسان صار إنسانا ليخلص الإنسان من الخطية والموت والفساد عشان كده اتخذ جسدا وحل بيننا ويقول كده الإنجيل حسب معلمنا يوحنا صح الأول عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعما وحقا يبقى لو أي إنسان هنا استصعب إزاي ربنا يتجسد قول طيب ما ربنا قادر على كل شيء وتربنا وطالما ربنا قادر على كل شيء يبقى ايه المشكله ما يتجسد خلي بالك عزيزي الجسد ده ربنا خلقه وطالما ربنا خلق شيء فممكن يستخدمه احنا دايما مشكلتنا مش مع الجسد احنا دايما مشكلتنا مع اعمال الجسد الشريره لكن الجسد ده خليقه الله وخليقه الله حاشا ان احنا نقول عليها ان هي نجسه او يعني آه ما تليقش بربنا برضو بنقرب الاجابه هنا بتبسيط بسيط قوي انه لو في اب عادي انسان عادي شاف ابنه بيموت او بيهلك او في موقف صعب هل هيساعده ولا يقف مكتف ايده ويقول اصلك ما يليقش بيا ان انا اساعد ابني احبائي اذا كنا احنا واحنا اباء بشريين ضعفاء محدودين في كل شيء بنفعل كل شيء لكي نساعد اولادنا هل ربنا كامل الحب يسيب الانسان خالقته اللي مخلوق على صورته ومثاله يسيبه كده مذلول ومقصور وتكون نهايته في الاخر الهويه ثم جهنم ويقول يعني اصلا الانسان هو اللي عامل في نفسه كده عايز بس اقول كمان على ملحوظه مهمه قوي بالنسبه للايه اللي هي قلناها في انجيل معلمنا يوحنا صح الاولاني والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده كمل وحيد من الاب مملوء نعما وحقا الايه دي في الحقيقه لما نيجي نقراها باليوناني نقول كده ان الكلمه صار جسدا معناها ان الكلمه الخالق اكتسب جسدا وخيم في وسطنا بهذا الجسد يعني هنا ربنا ما تحولش ما تغيرش لكنه اكتسب جسد زي الخيمة أو الحجاب بيننا وبينه كمان عبارة سارة جسدا تقول كده أن طبيعة الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والناسوتية هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة يعني المسيح إنسان كامل وإله كامل في موقف نلاقوه نايم ده إنسانيا موقف تاني تلاقوه خالق أو بيقوم موته بكلمته، هنا ده فعل هنا المسيح الله المتحد بالجسد. نقطة كمان مهمة قوي في, في, في عبارة الصلاة لنا جسد الدين نقول العبارة دي معناها إن المسيح دخل إلى عالم البشر مش من خلال رؤية أو حلم أو ضيف أو إنسان غريب زي ما بعض البدع بتقول، لكنه كانسان حقيقي كامل كان بيعيش بينا. إتجسد عشان يخفي عظمة وبهاء لاهوته لأن إحنا ممكنش نقدر بطبيعتنا البشرية المحدودة دي نتعامل مع كل هذا البهاء وهذا القدر من العظمة اللي ربنا نقطة كمان في الحقيقة يعني نسأل السؤال ده ونستكمله الحلقة القادمة هل كان لازم بقى ربنا يتجسد في صورة إنسان نعود بقى للإجابة تعالوا بقى نجاوب هذه يعني أو عن هذا السؤال بشيء من التفصيل والإيجاز في نفس الوقت لكن ده هيكون في حلقتنا القادمة الله يدينا ويديكم كل ثبات وكل نعمة ربي المجد ما بدين الأبد آمين